انت هتسمع كلام بنت كريمة؟ لازم اطمن بنفسي. اطمن بالتلفون. هكلمهم وانا في الطريق. انت مصدق؟ هي لقيت الحكاية الاولانية ما جابتش نتيجة، بتشوف طريقة تانية. ما بقى عملت اللي علي. لو هو عيان صح كانت هي اللي اتكلمت وكانت عملتها ليلة، لكن خلت بنتها اللي تتكلم علشان تحنن قلبك وتروح على ملا وشك. جبرية حل عن نفوخي. هروح معاك. لا هروح معاك عاد. ادخل. صح اللي بيقوله حسن ده؟ عبد الله عيان في المستشفى؟ يا الله جرية حرمة منك ليه؟ أنا جاهزة، حاجي معاك يا عبد الحكيم. وأنا قلت لا. ما تهوريش. لعبة لعبة بتلعبها بنت الكلاف. لو إيه؟ بتخلي بنتها العايجة تكلم حسن عشان تفتح سكة وياه. قصدك إيه؟ مش فاهمة يا جبري. بتخلي بنتها تفتح سكة مع ولدي، ما يعرفها عبيط وبتهبل على أي واحدة يشوفها. خايب ولدي وأنا حافظاه. يعني عبد الله مش عيان ولا حاجة؟ لا مش عيان. هي لقيت حكاية الدين ما جابتش نتيجة، قالت نقلبه الليلة عيان وبيموت وعبد الحكيم يجري على ملا وشه، وإن ما نفعش أهي بنتها كلمت حسن وحيروح لها جري. وحتسيبيه إياك؟ هسيبه، بلهاش عندي غير قبر مفتوح أدفنها فيه بالحياة، ولا إن بنت من بناتها تاخد عيل من عيالي. كفاية نادية. طب يلا عشان عبد الحكيم ما يستعوجناش، غيري خلقاتك وأنا حسبقك على تحت. ولا تضايق نفسك. زهقت زهقت يا فريدة. انت اللي عامله في نفسك كده. قولي لي اعمل ايه؟ سيبك من اللي بيحصل واشتري دماغك وحياتك. انت الدنيا صغيرة والعمر مش طويل، يبقى ليه نعيش نهري كده على الفاضي؟ دور على اللي يريحك وخليك جاره. عشان كده أنا جيت لك. وأنا عارفة متأكدة إنك جاي. عارفة؟ أنت مش عارفة أي حاجة. أنت عارفة الناس بالبلد كلها ما بتحبكيش. وماله؟ أهل البلد بيكرهوني عشان أنا قوية، بيقولوا إن عيني يتدبي فيها رصاصة، وحريم البلد بيقولوا عني فالتة وحبلي سايب. بس هما بيقولوا كده عشان مش عارفين يبقوا زي، بيقولوا كده عشان مفيش واحدة فيهم اتجرأت وقالت لا عشان حاجة مش عايزاها. وانت كمان أهل البلد بيكرهوك عشان غيرانين منك، مش عارفين يبقوا زيك، مال وحسب ونسب. والحريم بتبص لك في الرايحة والجاي. تعرف ايه؟ أنا لما أقعد جارك قلبي بيستريح. عشان تعرف لما بقول لك خليك جاري وجنبي تبقى تسمع الكلام. عايز أقولك عن حاجة. قول. أنا كان نفسي من زمان أعيش في مصر. وحياتك وأنا كان نفسي أفتح شركة كبيرة قوي. الدنيا هناك واسعة. ده كان حلمي من أيام ما كنت في الجامعة. وإيه اللي خلاك ما تعملهاش؟ أبويا. عبد الحكيم ولا جبرية؟
يا عبد الحكيم تبقى مش عارف حاجة. جبرية هي اللي عايزاك جارها وابوك بيوافقها عشان يشتري دماغه. اسمع مني اللي بقولك عليه. يا ده انت جارية البيت قوي. الحريم تخرب البيوت وتعطل المراكب السايرة، دماغهم فاضية مشغولة بحاجات هبلة لا بتودي ولا بتجيب. انت اللي بتقولك ده؟ هو انت فاكرني مرة فاضية ولا ايه؟ لا انا دماغي ده بيوزن بلد. فريدة انا في ايه مالك؟ مش قلنا كل حاجة تبقى في الاصول؟ هترجع في كلامك ولا ايه؟ سامحيني بس حسيت انك قريبة مني. وماله؟ جرب زي ما انت عايز بس بعد العقد والمأذون. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير. بص انا جاهزة اهو، يلا عشان ما نتأخرش. لا يلا عشان ما نتأخرش، احنا لسه قدامنا وقت، ده الزيارة كمان ساعتين. طب وماله؟ احنا نروح بدري نقعد قدام المستشفى عشان اول ما تفتح نخش على طول. يا ست الكل اطمني، انا مكلم الدكتور وقال لي ان الحاج بقى كويس خلاص، وبعدين اتنقل اوضته كمان. بتتكلم بجد؟ طب الحمد لله، الف حمد والف شكر ليك يا رب. صدق وتأمني بالله؟ لا اله الا الله. انت ست عسل. صحيح، ده انا عايز اشتكي لك بقى. إيه؟ انا بقى لي فتره عمال اقول لشهد نفسي اشوف الست الوالده، تقولي لا مش دلوقتي، مع اني والله لو كنت شفتك من زمان ما كنتش بعدت عنك لحظه. معلش يا حبيبي، كل حاجه باوان. نتكلم بجد بقى، بطل هزار. فعلا اطمنت على عبد الله؟ والله العظيم زي الفل. وبعدين انا اكذب على الدنيا كلها وما اكذبش عليكي. طب تعالى ناخد القهوه وبعدين نروح. اتفضل. اتفضل استكمل. عزة طلع جدع. ما انا عارفه انه جدع. طب يا اختي بقى عايزاكي تتبسطي قوي عشان شكله كده دخل قلب امك على الاخر. يلا.